من ليالي الأبطال في بطولة نافحين نادي أونيون برلين. على المرتدات الخطيرة فرصة، المرتدات الخطيرة فرصة هنا لعشرين، كرة عالية خوسيلو، المباراة بادية إيه خوسيلو مع البلوز تشيلسي اللي أصبح تردد كيف ورط فريق ليس لديه ما يخسره فريق كامافينجا لاعبين مميزين قوي كامافينجا، الكرات العرضية لوكاس فاسكيز رأسية خوسيلو، والله خوسيلو اللي ظهر مع المنتخب الإسباني وتوج بلقب دوري من جانب رودريجو مان ده بيلينغهام يعلق كرة عالية، ولكن لا نخاف أحد 96 97، لكن هدى 26 ادي امامنا كعبه مرة ثانية هنا رودريجو إلى مودريتش، غلط فليك وتولي رودي فولر لأنه لعب مع نادي كانت أمام شالكة بنتيجة 3-4. ادي كرة إلى خارج ملعب جود بيلينغهام العيدوني، مرة تانية عادي تدخل عيسى جاب هدف حلو قوي في مرمى المنتخب المصري لما فيه كبير وقال ان احنا لا نخافين. على طول هنا جوسنس ضمن التدعيمات وتطلع كورة ركلة ركلية مودريتش مع رحيل كان 2014 كامافينجا يحلى في الفوز والانتصار طبعا في تأمين الدفاع بدويكي، يعني هنشوف امام انطلاقه في الجانب اليمين كرة أمامية على طول في تدخل في فاول حكم مباراة اليوم اسبن اسكس الدرويجي بيعاونه. مرة ثانية المحاولة هنا والضغط استلام على حدود منطقة 6 ياردات وتسديدة جدا كرة خطيرة من جوسنس أمامنا اهو ادي جوسس واحده من الكره رودريجو يلعبها حلوه ولكن المره دي اتضغط عليه مودريتش يبحث عن التمرير اللي في العمق هي في الجانب الشمال نشوف التعديلات رودريجو مره ثانيه هل يخلص عدى رودريجو سند رودريجو يا ولد على الكره لكن اول اختبار اول فريدريك كرونو حارس الاحتياطي كاسبر شمايكل ودي فرصه والعرضه لكن اول اختبار اول فريدريك كرونو حارس الاحتياطي كاسبر شمايكل ودي فرصه والعرضه والقائم الشمال كرة فرصة رودريجو واحدة أنقذ الحارس ويبقى مبدا هو الضغط وكامافينجا كرة كامافينجا اللي مرت بجوار وادي الحلول السرعة والمتعة كرة ملعوبة داخل حط جسمه حلوة قوي وادي التسديدة خوسيلو ولكن رونو هو ده الكلام هي دي المتعة رونو يتصدى لكرة خوسيلو لكن شوف التمريرات شوف التمركزات فالفيردي وبيلينغهام هو رجل اللحظات الأخيرة رجل اللحظات شوف هنا فالفيردي وبالكرة القوية أمامنا هنا لا يفل الحديد إلا الحديد شوطة زي